الآن نعود مرة أخرى إلى ساحة القرآن الكريم، ومن مدرسة فضيلة الشيخ أبو العلين شعيشع يتفضل بالتلاوة فضيلة القارئ الدكتور محمود الرمادي. أسأل الله تعالى له التوفيق وأن ينفعنا بتلاوته. بقصر في التقدمة جدا. فاستجبنا له فكشفنا ما وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين
فاستجبنا له فكشفنا ما فيه من ضر وآتيناه أهله عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصالحين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني
Yeah.
ربي لا تذرني فردا. ربي لا تذرني فردا. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات إنهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا
من آيات سورة الأنبياء، كيف كان لكل نبي دعاء ورجاء، وكيف القبول من رب السماء. تلا علينا القارئ الطبيب الدكتور محمود الرمادي المقيم بمدينة كفر صقر الشرقية. شكرنا لفضيلتي ولحضراتكم جميعا باسم فضيلة الشيخ الموقر الشيخ الشحات السيد شاهين والأسرة، كما أشكر الحاج عيد أبو السيد صاحب الفراشة والإنارة، وأحمد الجندي مقدم الضيافة، وناصر صلاح مصورنا الليلة، السيد المستشار أحمد بيك حبيب. كذلك أشكر أيضا الأستاذ محمد عبد الوهاب عطوة، وفضيلة القارئ الشيخ محمد لطفي عبد الفتاح حج السيد بشر نيابة عن النائب خالد بشر، السيد العمدة الحاج هلال الشعراوي، القارئ الشيخ محمد جمال شاكر، الشيخ علي سليم. كذلك أشكر أيضا الشيخ محمد شرف، الشيخ إسلام الإمام إبراهيم الشحات الخلوي. كما أشكر للقارئ ابن القارئ وصاحب الواجب الشيخ محمد سعيد علي جمعة رحم الله والده، أخي الكريم الأستاذ إبراهيم أبو علامة، والأخ الكريم أحمد محروس موسى ابناء أميت أبو عربي للفراشة والإنارة. كما أشكر للقارئ العلم الشيخ سعيد منزي والأستاذ الدكتور أيمن عادل.